بسم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب الجنة والنار. نأخذ الآيات التي بدأها الله سبحانه وتعالى ومن آياته من آية 20، أي من علامات الربوبية والألوهية، هي الآية دي: ومن آياته أن خلقكم من تراب. شوف بداية خلق أبينا آدم عليه السلام كان تراب طين، وانتهى بعد نفخ الروح فيه بأمر الله الكريم أصبح من خيرة خلق الله على العموم. ومن آياته أن خلقكم من تراب، وذكرية أبارتير دارجيل ودبوسيان. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، وإذا بكم ولدت ذرية آدم عليه السلام، وبعد نزوله من الجنة اللي كان فيها من شأن العظيم، وبعد المكيدة اللي تسبب فيها الشيطان الرجيم، نزل وأمنا حواء عليه السلام، وانتشرنا بحكم قانون الإنجاب، نعود بفضل الرحمن.